الله فيك يا ابنتنا سهيلة، بارك الله فيك حفظك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، لو سمحت يا شيخ، عندي بس سؤالين بخصوص العشر ذي الحجة. تفضل. هو العشر ذي الحجة احنا عارفين ان هم خير ايام الدنيا زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال، بس هو هي خير ام ليلة القدر؟ لا، ما قالش خير ايام الدنيا، الرسول لم يقل خير ايام الدنيا، انما قال الرسول عليه السلام: ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه، يعني العشر الاول من ذي الحجه. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد الا ان يخرج احدكم بنفسه وماله ثم لا يرجع من ذلك بشيء. فالذي ورد: ما من ايام العمل الصالح فيهن. يعني حديث خير ايام الدنيا ده حديث غير صحيح. لا، غير صحيح. طب نعود للسؤال الثاني. هو العشر ذي الحجة الأفضل فيها النهار أم الليل، ولا اليوم كله مع زي بعض؟ لأن الله بين ليلها أيضا بقوله: والفجر وليال عشر، فأقسم الله بهذه الليالي أيضا، فدل على فضيلة ليلها كذلك. يعني النهار والليل صيام. إن شاء الله فيهم خير كله. اجتهد اجتهد بالله عليك. اذكر اذكر الله في الطرق، في البيت، في العمل، في كل مكان. رطب لسانك بذكر الله، ارفع اسم الله فوق كل شيء.